بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعين قناة إبداعات مبرمج في درس جديد من دروس تصميم المواقع الإلكترونية، وإلى درس جديد في البي اتش بي ماي اس كيو ال، وهو كيفية عمل هذا الشيء عندما يكون عندي جدول يحمل هذه البيانات، كيف أجعلها نكست التالي والسابق، وأعرض البيانات، يعني أعرض عدد معين من البيانات، ومن ثم أضع لها قاعدة بحيث أنها تعطيني أرقام بعدد البيانات الموجودة، ويعرض لي البيانات حسب العدد الرو حسب الذي أنا أريد. طبعا لعمل هذا الشيء، هيا بنا لكي نعمل هذا الشيء على صفحة شو. عندي في هذا البروجكت، طبعا الذي لم يشترك في قناتي يضغط زر اشتراك ويفعل زر الجرس ويشارك هذه القناة لغيره لكي يستفيد وينال الأجر إن شاء الله تعالى. نرجع إلى موضوعنا، وهو كيف نتحكم في هذه البيانات، في عرض بيانات هذا الجدول. عندي جدول معين يعرض لي إيش؟ لو تلاحظوا عندي جدول في صفحة الشو، هذه عندي صفحة شو، عرض بيانات عبارة عن عرض البيانات. لاحظوا معي هذه البيانات كيف أعرضها على مثلا ثلاثة راو أو أربعة راو، ومن ثم أعمل نيكست نيكست نيكست. هيا بنا لكي نبدأ في هذا الشيء. طبعا الذي لم يشاهد الدروس السابقة، قمنا بشرح الكثير من المواضيع PHP MySQL كإضافة حذف، واطلعوا على سلسلة الدروس سأحطها لكم في وصف الفيديو بحيث تشوفوا جميع المواضيع التي تم شرحها سابقا. لو تلاحظوا عندي هذا الجدول، تمام، في هذا الجدول عندي هذه السلكت، سلكت start from info، اسم الجدول info، وهنا طبعا البيانات، تمام. لو تلاحظ انا عندي حاجة اسمها، اخذنا في الدرس السابق الليمت، تمام. هذه اش تعمل؟ تقوم بفلترة البيانات او بطريقة تنظيم البيانات حسب ما تريد أنت، تمام. يعني عندما أخذنا في الدرس السابق تكلمنا أن هذه تعمل لي الفلتر في حال أني أريد أن أعرض بيانات بعدد معين، مثلا أريد أن أعرض بيانات ما بين هذا العدد والعدد الآخر أو حسب التاريخ، تمام. أخذنا هذا الشيء في الدرس السابق. الآن ركزوا معي كيف سوف نستخدم هذا الليمت في استخدام هذه المميزة الذي العملية التي تكلمناها. طبعا سأقوم بإنشاء متغير يسمى بيج، تمام. أقول له هذا البيج يساوي واحد، بعد ذلك سأقول له متغير، سأقول في هذا المتغير num ايش of row، يعني عدد ال num rows، تمام، عدد الأسطر الذي أريد أن أعرضها، تمام. مثلا أردت أن أعرض خمسة، تمام. بعد ذلك أقول له start
فروم. تمام، هذا الستارت فروم يعني ابدع لي من عند هذا العدد. تمام، فأحدد له العدد الذي سوف يبدأ منه. لاحظوا معي، سأقول لك الآن لماذا سوف أقول له هكذا. الآن أقول له شرطة ومن ثم نم فرو. لو أتيت الآن لكي أعرض البيانات، لاحظوا معي، عرض لي فقط خمسة حقول. تمام، عرض لي فقط خمسة حقول. لاحظ معي، شوف، لم يعرض سوى خمسة، بدأ من الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. تمام، طبعا هذه العملية أنا بأشرحها لكم الآن وما الغرض منها. تمام، الآن دعونا نأتي ونأخذ جملة السلكت هذه وننزل إلى تحت لكي نصنع الزرار. تمام، شوف، أتي إلى هنا، أفتح القوس. الآن أتي وأقول له هذا، أقول له هذا اس اتش، طبعا أغير هذا الاسم، وأتي أقول له هنا أنا الآن أيش أريد. لاحظوا معي، أنا أريد أتحكم في عرض هذه البيانات. أريد الآن أن عندما أضغط إلى Next أو الرقم التالي يتم عرض من الرقم 6 إلى أيش 10. تمام، 6 7 8 9 10. كيف بأعمل هذا الكلام؟ أنا يعني لاحظوا أن أنا بأعمل هنا شرط بحيث أنه أستقبل رقم معين من هنا. تمام، وينحط فتعمل في تحدث هذه العملية فيتم فلترة البيانات. لاحظ معي، أنا أحتاج إلى total أيش row. تمام، هنا أريد أن أعرض أيش MySQL I number rows، أريد أن أعرض أيش عدد البيانات التي في الجدول. تمام، سأخزنها. لاحظوا طبعا هذه الاستعلام تسترجع لي أو تعمل عملية عد لمجموع البيانات التي موجودة في الجدول. طبعا شاهدوا الفيديو خطوة خطوة واشتغلوا معي خطوة خطوة لكي لا تفوتكم أي خطوة ويحدث الخطأ. عندي توتال ايش رو. تمام، هذا التوتال رو بيتم تخزين فيه عدد البيانات الموجودة في الجدول. تمام، بعد أن خزنت البيانات الموجودة في الجدول، أنا أريد أن أعرض الأرقام التي تأتي تحت الجدول. كيف بأعمل؟ لاحظ، بأقول له فور وأحط اي دوارة، أقول له هنا اي، طبعا هذا اي تساوي واحد، الاي أصغر من الاي أصغر من الايش التوتال. لاحظ معي، الآن أقول له الآي أصغر من التوتال.
توتال رو أصغر من توتال رو. الآن الآي بلس بلس نعم، أريد قبل هذا الشيء أن أعمل عملية وهي total page. تمام، أريد أن أعرف كم عدد التوتال أي بيج. لاحظ التوتال بيج تساوي عندي هذا الشيء السيل. طبعا هذا الشيء أش وظيفته؟ وظيفته أنه يعمل الآتي، يقرب لي مثلا إذا كانت يعني بحيث أنه يرجع لي ناتج. أنا الآن بأعمل عملية قسمة، هذا أو هذه الدالة تعمل على عملية تقريب للأقرب، مثلا 2.70، خلاص يعتمدها 3، بحيث إيش أن البيانات تنعرض بالجدول كاملة. الآن أنا بقول له total إيش row الذي هي هذا عدد أرقام البيانات قسمة إيش قسمة الناتج يعني العدد الذي أنا بأعرضه. تمام، أنا كم بأعرض بيانات قسمة العدد الذي بأقوم بعرضه. فهذا بحيث أقول له ابدع لي من عند الواحد عندما تكون الآي أصغر من أيش العدد الذي يرجعه ناتج القسمة. يعني كم به معك لفات؟ البيانات الآن عددها مثلا 70، خلاص 70 قسمة 5، إلى كم أجزاء بتقوم بتجزيء هذا الجدول؟ تمام، في الآن لاحظوا أنه بيعرض لي، شوفوا الآن أرويكم حاجة واحدة بس. لاحظوا أن الآي بتنعرض كم؟ مرتين. لماذا؟ أنا لو ألاحظ الآن أنها كانت البيانات في الجدول كم عددها؟ لاحظ أنها كم؟ إنفو. عندما تكون التوتال توتال بيج، نعم. لاحظوا الآن ركزوا معي، أنا بأخذ هذا الـ هذا الـ واحد اثنين. الآن لو قلت له الآن مثلا هنا عرض لي 2، تمام أنا بعرف الآن كيف بأجز البيانات. لاحظ الآن أعطاني إلى كم البيانات متجزأة. أنا أريد مجرد أني مثلا أضغط 2 أن يعني أن يتم العرض من بعد 2 مرتين. تمام، لاحظ معي كيف بنعمل.
شوف الآن بأتي إلى هنا وأقول له هذا الرابط HRF، تمام؟ HRF ارسل لي الآتي، أقوم بأخذ اسم الصفحة هذه الذي أنا فيها show.php، أخذنا الجيت، تمام؟ أخذنا كيف أرسل يعني متغيرات تحمل قيم عن طريق الجيت. بأقول له هنا البيج، تمام، أش تساوي؟ تساوي الآتي، تساوي إيكو أيش الآي. الآن هذا بيتم إرساله إلى الصفحة. أنا أأتي إلى هنا إلى قبل البيج، أقول له إف، في حال أن الست أليش الجيت أيش، لحظة واحدة، الجيت، عفوا، لا إله إلا الله، عندي هنا الجيت أيش، الجيت بيج، تمام. في حال أنها أتت أو تم الضغط على الرابط، تعال إلى هنا واعمل لي الآتي، ذيه المتغير، تمام، اجعل قيمته أيش الجت هذا، تمام، هذا الجت الآن بيج. في حال أنها حصلت ضغطة يأخذ الرقم هذا الذي بيتخزن لي في البيج، بيأخذ الرقم هذا ويأتي إلى هنا، تمام. الآن بتستقبله هذا الجيت، بعد أن تم استقباله يحط ما في الجيت هذا في هذا المتغير. الآن هذا المتغير عملية الستارت، يعني هذا من فين يبدأ يعرض لك بيانات، بأشرحها الآن. الآن لاحظ، في حال أنها حدثت ضغطة اجعل البيج تساوي عدد أليش الرقم الآي الذي أتى، else وإلا، يعني في حال أنه كانت البداية أشبات عرض لي، يعني اجعل البيج بواحد. لاحظوا معي الآن، شوف تحديث الآن البيج بواحد. لو تلاحظوا الآن عندما أضغط اثنين عرض لي أيش، لحظة واحدة، طبعا أنا هنا اثنين، تمام، يعني هنا number row وهنا أحطه نفس الكلام. ليش؟ بنأتي الآن ونفسر ليش. الآن لاحظ واحد اثنين، عندما تكون اثنين عرض لي ثلاثة أربعة، كيف حدث هذا الكلام؟ لاحظ الآن البيج عندما تكون قيمتها اثنين، اثنين ناقص واحد في كم؟ في اثنين، اثنين ناقص واحد بواحد، في اثنين تصبح قيمتها اثنين، معناتها ابدع لي من بعد الاثنين واعرض لي ايش اثنين رو. اذا كانت قيمة، لاحظ خمسة، عرض لي ايش تسعة عشرة، لاحظ كيف قيمة البيج خمسة، كيف الخمسة ناقص الواحد كم؟ أربعة، الأربعة في الاثنين ثمانية، معناتها من بعد الثمانية اعرض لي ايش اثنين رو. وبهذه الطريقة يتم عرض البيانات بهذا الشكل. نعيد مرة ثانية، احنا الآن عملنا عملية استرجاع البيانات، وهذا عملية استرجاع البيانات استرجعنا عدد مجموع السطور الموجودة بداخل الجدول كامل. هنا عملت متغير total page، هذا طبعا قلنا أنها تعمل عملية تقريب لناتج القسمة، ناتج القسمة العدد الكلي للبيانات الموجودة في الجدول على number rows، يعني على هذا
الرقم الذي بيتم عرض البيانات، يعني كم رو بتقوم بعرضها، تمام، قسمت هذا الرقم، تمام. عندما الآن أصبح يعني جزأ لي البيانات إلى كم بتتقسم، 1 2 3 4 5 6 مرات ستتقسم البيانات إذا كان الرو 2، تمام. الآن ابدأ أعمل دوارة بحيث هذه الدوارة تعرض لك الأيش من الرقم 1 إلى أيش إلى يعني بحيث أنها تعرض هذه الأرقام 1 2 3 4 5 6 بناء على هذا الشرط ناتج القسمة، تمام، بحيث تعرض لك معك صفحات بالعدد التالي، فتعرض لك العدد هذا، وفي كل مرة هذا الرقم، لاحظ حطينا هذا الرقم بداخل الايه، في كل مرة اتشرف، تعمل يعني تحدث معي عملية ايش؟ اتشرف. هذا الاتشرف عملت الصفحة نفسها الذي انا فيها، بعدين ارسل هذا المتغير، فيه يتم ارسال الرقم الحالي الذي اقوم بالضغط عليه، يتم تخزينه في البيج ويتم ارساله عن طريق ايش؟ البيج الجيت. انا اخذه من الجيت واحطه في هذا المتغير، هذا المتغير طبعا في حال انك ضغطت يتم يعني احط ما تم ضغطه في هذا المتغير، تمام، في حال ما ضغطت شيء معناتها انت في اول ايش؟ في اول الجدول، تمام. بعدين يأتي طبعا هنا تحط الرقم عدد البيانات الذي بتقوم بعرضها، طبعا كل هذا يتم عن طريق الليمت هذا، تمام. هنا كم سطور بتعرض؟ الآن هنا start from، أنت بتبدأ من الرقم التالي، الرقم هذا الذي بتبدأ منه، في حال أنك ضغطت على أي رقم، يعني في هذه الحالة عندي عملية حسابية، وهي الرقم الذي قمت بالضغط عليه ناقص 1 في عدد الرو الذي بتقوم بعرضها، تمام، بحيث ايش؟ ان البيانات يعني يبدأ هذا الرقم يكون قيمته من بعد الرقم الذي انت ضغطت عليه، فيبدأ يعرض لك من بعد اي رقم تقوم بالضغط عليه مرتين او 2 رو. تبقى الآن عندي شيئين، وهو كيف أظهر السابق والتالي. الآن لاحظ، أنا الآن دا أقول له شرط إف، في حال أن الأيش البيج، تمام، أكبر من الواحد، في حال أن البيج تساوي أيش؟ أكبر من الواحد، قل له الآتي، أقول له الآتي، إن الأيه هذا السابق، يعني البيانات السابقة، تمام، وشو البيج تساوي الآتي، أيش بتساوي البيج؟ إيكو أيش؟ عفوا، إيكو بيج ناقصا 1، تمام، يعني أعرض لي السابقة، يعني مثلا بيكون هذا بدل الآي، تمام. وفي حال شوف طبعا إذا كانت قيمة البيج أكبر من الواحد، أما إذا كانت 1 1 فلا يتم عرض هذا البوتن. طيب وهنا كيف أعمل بوتن التالي؟ أقول له F شرط الشرط ينص على الآتي، في حال أن الآي أكبر من البيج
اعرضه لي. كيف يعني ان الاي اكبر من البيج؟ بقول لك كيف الان. اقول له الان، لا عفوا، لا اله الا الله، التالي. الان عندما تكون الاي اكبر من قيمه ليش البيج، معناتها وصل الى النهايه. يعني في حال ان الاي اكبر من البيج، في حال انك ما وصلت شي النهايه، اعرض لي ايش التالي. اما اذا كانت الاي اصغر من البيج، او كانت البيج اكبر من الاي، تمام، ف لا يتم عرض هذا البتن للسبب الآتي. بأرويك الآن ليش. لاحظ، شوف التالي 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 التالي. الآن لاحظ، الآن 6 هذا هو الآي، والبيج هو الرقم ايش 6. لو ضغطت التالي مرة أخرى 7، خلاص البيج أصبحت قيمتها إيش 7. ف يعني ما عاد شيء معي بيانات بحيث أزيد هذا المتغير ويعرض لي في الجدول. هذا الرو الاثنين الرو هو آخر ما وصل إليها ليش الجدول. وبهذا لاحظ معي، عندما تعمل السابق السابق السابق، يتم إنقاص الاي بواحد بواحد، البيج هذا يعني كأنك تضغط هذه الأرقام 1 2 3 4 5 6، هذا هو التالي والسابق. وهذا هو كل شيء في درسنا اليوم. طبعا الذي يريد السورس كود يتواصل معي عن طريق الواتساب أو التليجرام، سأحط لكم في وصف الفيديو الواتساب والتليجرام. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس ونشر هذه القناة ليستفيد غيركم. وإلى دروس آتية جميلة ومفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.